تفوقت البرازيل على الولايات المتحدة لتصبح أكثر دول العالم تصديراً للذرة في العام الزراعي المنتهي في 31 من أغسطس. وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، استحوذت الولايات المتحدة على 23% من صادرات الذرة العالمية، بينما كان نصيب البرازيل نحو 32%. من المتوقع أن تتمسك البرازيل بصدراتها في العام الزراعي 2024، والذي يبدأ في الأول من شهر سبتمبر.